ودلوقتي جه ميعادنا عشان نتعرف على اخر اخبار الطقس درجات الحراره واللي هتعرفنا عليها منا صباح الخير عليكي من جديد. وقولي لي بقى، يعني احنا خلاص تالي الجو خلاص بقى حر، يعني دلوقتي مع ان هيئه الارصاد حذرت من فكره تخفيف الملابس وان لسه هيبقى فيه كمان الجو هيبرد شويه. عايزه اوافقك يا جمانه، بس لا، النهارده وبكره وبعده الجو مش هيبقى حر طيب والله خالص، مش هيبقى هي حر؟ مفاجآت بس تغيرات يعني. طيب طبعا احنا مستنيين نعرف التفاصيل منك. ان شاء الله نبتديها دلوقتي على طول مع مشاهدينا. بنجدد التحيه وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. خبراء الارصاد الجويه اكدوا النهارده ان هيبقى في استمرار في انخفاض درجات الحراره، وتوقعوا ان الطقس النهارده في القاهره الكبرى هيكون لطيف في النهار، بارد جدا بالليل، والرياح هتكون معتدله. وفي الوجه البحري هيكون نفس الامر مع وجود شبوره مائيه. اما في السواحل الشماليه والغربيه والسواحل الشماليه الشرقيه الجو هيكون لطيف بالنهار وشديد البروده بالليل، وأمطار خفيفة لمتوسطة والرياح هتكون معتدلة. أما جنوب سيناء والبحر الأحمر الجو هيكون معتدل في النهار كالعادة، بارد في الليل والرياح هتكون معتدلة. أما صعيد مصر الجو هيكون معتدل بالنهار ومن بارد للطيف بالليل، والرياح هتكون معتدلة مع وجود شبورة مائية في شمال الصعيد. تعالوا مع بعض نتعرف على بعض درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات مصر. نبتدي على طول من القاهرة العظمى 23 والصغرى 14، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، مطروح العظمى 20 والصغرى 12، بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14، طابق العظمى 22 والصغرى 13، كاترين العظمى 17 والصغرى 6، وإحنا شايفين إن الجو رجع يبرد جدا في كاترين كالمعتاد. شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 19، الغردقة العظمى 26 والصغرى 17. نتحول للفيوم العظمى 24 والصغرى 12، بني سويف العظمى برضو 24 والصغرى 13، المنيا 24 والصغرى 12، أسوان العظمى 28 والصغرى 18 عفوا، الوادي الجديد العظمى 27 والصغرى 15، وحلايب العظمى 25 والصغرى 20. احنا ملاحظين ان محافظات مصر الجنوبية الجو فيها ابتدى برضو يبقى حر. هناخدهم دلوقتي